تطلع يا بس تجيب لنا خيام. احنا جاتنا المطر وجانا شتاء وجانا ما عندنا شيء بالدنيا، ما عندنا شيء، دحج اطفال دحج عفيانين عريانين، ما عندنا شيء، ما عندنا امكانيات نشتري خيمه، ما عندنا. هل انت تشوف يعني الدولف تزرب على روسنا وما عندنا شيء. والله لا خيمة ولا فراش ولا غطاء ولا صوبة، والله دعنا نشتغل مشان نجيب ربط الخبز. والله هالعجوز أنا عمري 70 سنة إني ألاقي الزيتون مشان أجي أكل. من الحصار والموت جوعا، مرورا بالتهجير، وصولا الى مخيمات عشوائيه هنا في ريف حلب الشمالي. هذا هو حال المهجرين من ريف حمص الشرقي. يقول المهجرون هنا ان المنظمات الانسانيه تكتفي بالمشاهده، بينما منظمات المجتمع الدولي تكتفي بالتنديد والقلق. يمان السيد، اورينت نيوز، شمالي حلب.